جماعة اليوم الناس يقولون داعش داعش داعش، داعش هي القاعدة يا جماعة. التفجيرات موجودة في بلادنا وفي بلاد المسلمين منذ 20 عاما. لماذا كان تفجيرات داعش سميناهم خوارج وتفجيرات القاعدة ليس بخوارج؟ قتل الآباء والأمهات. والله يا جماعة قبل 17 عام 18 عام أبو قتادة الرجل الثاني في تنظيم القاعدة الذي قيل للظواهري من علماءكم؟ قال أبو محمد المقدسي بحر زخار موسوعة في العلم والتصنيف. الثاني قال أبو قتادة الفلسطيني عمرو محمود ألف وصنف ورابط لم تهزه المحن ولا الفتن. هذا الرجل في مجلة الأنصار العدد 147 أكتب في الشبكة مجلة الأنصار العدد 147 فتوى أبو قتادة تظهر لك. الله أكبر، عاد منهج السلف، وصل الولاء والبراء في شباب الجماعة الإسلامية التي كانت مبايعة تنظيم القاعدة. قام شاب من مدينة بوقر في الجزائر بذبح والديه. لماذا؟ لأنهم أرادوا تزويج ابنتهم من رجل عسكري. هذا العالم الثاني يا جماعة. لو تنزلنا لك أن عسكري مرتد، مرتد كافر، يوم القيامة يمسك بيد أبو جهل وأبو لهب ويدخلون النار سوا، سلمنا لك يا أبو قتادة، هل تزويج الرجل بنته برجل غير مسلم ناقض من نواقض الإسلام ولا معصية؟ معصية. هنعطيكم مثال نقرب لكم. اليوم لو واحدة من بناتنا المبتعثات برا مسلمة من أي دولة قامت تزوجت برجل غير مسلم، هل نقول عنها كافرة مخلدة في النار ارتكبت ناقض؟ لا، لا يجوز، لكنه ليس من نواقض الإسلام.